السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللي بيحصل مع النادي الأهلي شيء كتير 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 جدا، يعني كم الهجوم على الكابتن محمود الخطيب ومحاولة هد البيت بالكامل شيء بشع. يعني قلت لحضراتكم قبل كده إن اللي بيحصل ده وارد في كرة القدم، لكن كم الهجوم. يعني الزمالك لم يحصل على إفريقيا الموسم اللي قبل اللي حد خد الدوري السنة اللي فاتت، طب اللي قبله ما خدش حاجة، طب إفريقيا ما خدش حاجة، طب اللي قبله خد بطولة ما خدش حاجة، طب اللي قبل ما خدش حاجة خالص، مفيش غير 2019 طلع بكونفدرالية، طلع بكونفدرالية. محدش اتكلم ولا حد قال الزمالك وقع ونمشي ونجيب ونغير. واللي انا بتكلم عن الاعلام، بتكلم عن الاعلام. لكن الاعلام النهارده كم الهجوم على النادي الاهلي ومطالب. شوف بقى هو هنا عاوز يهد لك كل حاجه. الحاجه الوحيده اللي تعباهم الكابتن سيد عبد الحفيظ، كله بيضرب في سيد عبد الحفيظ. مرتضى قال على قناه نادي الزمالك ها سيد عبد الحفيظ غرق الاهلي، عمال يشتم شاطرين بس مش عارف ايه. رضا عبد العال يطلع يهاجم سيد عبد الحفيظ ويطالب برحيل سيد عبد الحفيظ. الكابتن محمد عبد الجليل امبارح كان ليه تصريحات مع على قناه اللي بيظهر فيها رضا عبد العال دي مع اسلام صادق تقريبا او محمد فاروق، ويقول لك نفس الكلام. النهارده مع ابراهيم فايق طالع يعيد، ما رضيتش اعلق عليه امبارح، طالع يعيد نفس الكلام. على الرغم ان انا بحترم وبحب محمد عبد الجليل، لكن محمد عبد الجليل ماشي على نفس النغمة علشان يبقى له وجود. محمد مصطفى أبو الدهب، محمود أبو الدهب برضه بقى له وجود، سمير كمونة بالطريقة وبنفس النغمة دي. كابتن محمد عبد الجليل بيقول لك إيه؟ لا في مشاكل، النادي الأهلي كله مشاكل، ولازم لعيبة، ومين اللعيبة دي اللي جات النادي الأهلي ما يستاهلوش. وبعدين أنا مش عارف ليه إدارة الأهلي صابرة على اللعيبة، ده مشونا ومشوني ومشي طارق أبو زيد. وسيد عبد الحفيظ مدير كوره جيد وبتاع، لكن لازم نغير الخلافات. دبت في اوضه الخلافات ايه؟ هي دي النقطه الفاصله. سيد عبد الحفيظ قايم بدوره على اكمل وجه. وبعدين بيقول لابراهيم فايق والله يا ابراهيم ما اصله الزمالك شغلنا بامور بعيده عن الكوره، قال بص على الصوره وخد الدوري. سيد عبد الحفيظ بيطلع يتكلم، هو من امتى مدير الكوره بتاع النادي الاهلي بيطلع يتكلم؟ مدير الكوره امتى بينطرد؟ قال طب ما تقول لي من امتى فريرا اللي هو مدرب نادي الزمالك بينطرد؟ وقول هي مشكله سيد عبد الحفيظ انه بيقوم بعمله وبيتكلم مع الحكام ليه ويدي ينطرد؟ هو قال ادبه؟ زق حد؟ ضرب حد يا كابتن سيد؟ ما تبص يا كابتن عبد الجليل اسباب طرد، بدل ما انت تكون اهلاوي وتدافع عن النادي الاهلي وتقول ازاي سيد عبد الحفيظ ينطرد في اللعبه دي او ياخد انذار ليه؟ هو قال ايه وما اتكلمش؟ لا من امتى؟ كله كلمت مع حضراتكم للاسف الشديد، قلت من حوالي يوم الاربع اللي فات كنت قلت ان في اجتماع في النادي الاهلي لعيبه الاهلي القدامى، والبعض بيحاول يضرب اسفين. يعني ناس تتصل بناس على اساس انهم محسوبين على النادي الاهلي يشتموا في لعيبه النادي الاهلي القدامى علشان ما يبقوش موجودين. طبعا كابتن شوبير اكد الكلام اللي انا قلته لحضراتكم، وقال كان في جلسه يوم الجمعه الماضيه لكن جت، وقلنا هنصلي الجمعه في النادي الاهلي لكن جت استقالة ياسين منصور، فالظرف ما كانش مناسب، يعني امور طرأت وامور جدت. لكن احنا يعني اتفقنا مع اللعيبه القدامى في اقرب وقت ممكن ولما الظروف تسمح هنكون موجودين كنوع من انواع الدعم للنادي الاهلي. يعني لكن في البعض زي ما بقول لحضراتكم من الاهلاويه من مصلحتهم ان ده يفضل حاصل لحد دلوقتي عشان الشغل والظهور على التلفزيون والفلوس يستضيفون برامج، انما لو هو علاقته جيده هيطلع يقول ايه؟ للاسف الشديد ما يحدث مع النادي الاهلي من لاعبي النادي الاهلي القدامى دي الماساه. قبل كده مع نادي الزمالك او الاعلام الاهلي متعود على الاعلام من كده على كده من فتره، يعني مش حاجه جديده على النادي الاهلي اعلام يهاجم النادي الاهلي او حتى من نادي الزمالك او المنتمين لنادي الزمالك. في فرق كبير لما المنتمي لمنافس او لنادي منافس ليك يهاجمك، فانت مش هتاخده على محمل الجد ولا الجمهور هيتاثر بيه. ممكن واحد يطلع لك ده بيتكلم بس مكايده، ده بيتكلم علشان زعلان عشان فرقته مش عارف. لكن لما يطلع واحد من لاعبي النادي الاهلي القدامى يطلع يشكك في النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وبياكلوا اولادهم وبيعملوا وما بيصبروش على حد وعملوا معايا ايه وباعوا فلان والله بعد ما مشيت ما رضيش وشغلوني،
ففكره الانتماء عند اللعيبه الجديده ما بقتش زي الاول. لما تطلع قبل كده كنا بنتكلم اي واحد بيلعب في النادي الاهلي ضامن مكانه وهيبقى في القناه او هيبقى في قطاعات الناشئين او او او. طبعا كل هؤلاء اللي طالعين كانوا عايزين يشتغلوا مديرين، كل واحد عايز يبقى مدير. من الاهلي بيقول له ابدا من الاول. لا ده حتى محمد صديق لعب في المقاولين لعب في الزمالك لما جه النادي الاهلي بعد ما مشي طلع قطع في النادي الاهلي، لا الاهلي عمل له تاريخ كدوري ولعب في كاس العالم. يقول لك اصل عرض عليا منصب مش عارف وانا اللي رفض. يا عم اجيبك تدير النادي الاهلي تبقى مجلس اداره النادي الاهلي. للاسف الشديد ابناء النادي الاهلي بيدمروا، مش عمرهم ما هيدمروا ولا هيقدروا، لكن لان الاهلي ربنا سبحانه وتعالى حافظه اولا ثم محبيه الحقيقيين وجمهوره الحقيقي يعني. لكن كله عايز يهد البيت علشان النادي الاهلي ايه؟ خسر دوري سنتين ورا بعض. طب انا خدت الدوري، طب الزمالك كسب ايه غير الدوري والكاس؟ كسب ايه؟ ما كسبش حاجه. طب انا كسبت الدوري ومشيت فايلر وبرضه الاعلام والاهلاويه كانوا بيقطعوني. خسرت من افريقيا، طلعت من افريقيا في دور ربع النهائي، مش دور المجموعات ولا كنت حصلت، ده دور ربع النهائي. ومشيت لسارتي وانا واخد الدوري لان الاهلاويه والاعلام قطعني. وصلت نهائي افريقيا ومعايا برونزيه، برونزيه كاس عالم ومعايا سوبر افريقي، ها وبرضه خسرت الدوري والاعلام برضه مقطعني. وترجع تيجي نتكلم ليه الاهلاويه زعلانين، ما يقولوش مش عارف ايه، ده الرياضه مش كده، الرياضه مره انت هم اللي بيقولوا مره كده تكسب ومره تخسر، وفي نفس الوقت بيقطعوا فيها عشان خسرت. طب انتوا بتقولوا مره كده ومره كده، يبقى دي الطبيعي في كره القدم، ولما مستواي يعلى واوصل للفورمه اكيد لازم الكيرف ينزل. لكن انتوا كلام كله متناقض. حتى رضا عبد العال زي ما بيقول نفس القصه، يعني نفس القصه، قال لك من ضمن القصص ان سيد عبد الحفيظ الاهلي لازم يغير عتبه ويعين مدير كرة بدل سيد عبد الحفيظ. عتبه ايه يا عم؟ هو احنا داخلين على جوازه ولا عتبه؟ يغير العتبه جزاز، ما تروحش العتبه الخضراء يا رضا. نفس الكلام اللي بيردده محمد عبد الجليل للاسف يعني. بالنسبه لقصه رمضان صبحي، رمضان صبحي كلام كثير جدا وكلام اتفتح بصفه كبيره، يعني اللي بدا اللي رمى البذره مهيب، ودلوقتي كل القنوات بتتكلم عن فكره عوده رمضان صبحي للنادي الاهلي، والبعض شايف ان هذا الطرح بيتم طرحه حاليا لان نادي الزمالك عايز رمضان صبحي، فرمضان صبحي بيقول للجمهور او الاعلام او رمضان والمقربين ليه من الاعلاميين او بعض المقربين اللي لهم تاثير على الاعلام او الزملكاويه نفسهم بيطرحوا في الاعلام فكره ان رمضان اهو نفسه يرجع في النادي الاهلي، بس النادي الاهلي هو اللي مش عايزه. وانا قلت قبل كده وقلتها وبعدها قبل كده وقلتها وبعدها تاني لحضراتكم ان انا قلت اتمنى اشوف رمضان صبحي في الزمالك، انه مش هيحقق شيء ولا شعبيه ولا وهيحس بالفرق في التعامل. شوف عبد الجليل اللي بيقول لك نمشي ونهد المعبد من اول، يقول لما راح يتعامل في الزمالك اتعامل ازاي؟ شوف كل الاهلاويه راحوا يتعاملوا الزمالك، شوف اساسا الكلام اللي بيتقال ايه والمعامله ايه. انا نفسي اشوف رمضان في الزمالك، ومش فارق مع واحد سابني ومشي، ما يروح في كوالا، ما هو مشي راح بيراميدز النادي اللي انشئ خصيصا لمقياده النادي الاهلي ولتعطيل النادي الاهلي. تفرق ايه بالنسبه لي بيراميدز عن زمالك؟ ها البعض بيقول لك لا والله صعب يعمل كده، لا يا سيدي يعمل كده او ما يعملش كده، انا وجهه نظري لو انا مسؤول عمره ما هيرجع للنادي الاهلي تاني ويروح مكان ما يعجبه، هو مش محتاج اساسا لان هو ما عندوش رصيد عند جمهور النادي الاهلي علشان يبقى باقي، وعشان لما يجي ينتقل الخطوه اللي بعدها النادي الزمالك يقول لك شوف انا عرضت مش باقي والاهلي مش باقي عليه يعني. فكثره الكلام انا شايفه بصراحه غير مبرر في هذا الامر. خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تغيير في المنظومة الإعلامية للنادي الأهلي، ربما يتم إبعاد كرم جبر عن المشهد خلال المرحلة المقبلة ويتولى المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي الأستاذ خالد عبد القادر. خالد عبد القادر كان طبعا في الانتخابات الأخيرة كان من ضمن اختيارات كابتن محمود الخطيب، لكن في النهاية لما تم المفاضلة ما بينه وبعض الأشخاص هو الراجل مشكورا يعني اقتنع بكلام لجنه الحكومه والنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وانسحب من انتخابات النادي الاهلي. شخصيه محترمه، شخصيه على درجه عاليه من العلم، كان بيشتغل مدير في شركه مايكروسوفت له علاقه بالتكنولوجيا والكلام ده كله، فبنسبه كبيره ممكن يكون خلال المرحله المقبله موجود او بيرأس او بيعيد هيكله المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي اللي حصل فيها مشاكل كتير وتسريب كتير وحوارات وأزمات كثيرة يعني.
بالنسبة للرعاية من جديد والخضري ومحمد شبان، محمد شبان في البرنامج بتاعه بيتحدى مرتضى منصور، أو بصفة عامة يعني هو بيقولك بتحدى أي حد يقول إن القيمة المالية اللي هياخدها النادي الأهلي هي نفس القيمة المالية اللي هياخدها نادي الزمالك. مرتضى منصور طلع على قناة نادي الزمالك صور للزملكاوية هذا الكلام، قال لهم الشركة الراعية عرضت عليا زي ما عرضت على أو المسوق الحصري هي المتحدة اللي هي اليونايتد سبورت أو سبورت يونايتد، عرضت عليا زي ما عرضت على الأهلي. فالزملكاوية فهموا إن المبلغ اللي هو قال كده، هو هتكون فاكر يا خطيب او يا اهلاويه ان المبلغ المليار 300 اللي انت تاخده صافي، لا ده هم هيدونا زيكم بس هيخصموا الاعلانات ونسبتهم والكلام ده كله. هذا الكلام عاري تماما من الصحه. زي ما بقول لحضراتكم محمد شبانه تحدى هذا الامر وقال لك مستحيل، وتحدى اي حد يقول ان الاهلي هياخد قد الزمالك، وقال ان القيمه الماليه اللي ممكن تعود على النادي الاهلي من خلال الرعاه خلال المرحله المقبله ممكن تتخطى ال 2 مليار جنيه. ال 2 مليار جنيه لان القيمه بتاعت النادي الاهلي كل الرعاه طالبين. اما فيما يخص نادي الزمالك قال لك القيمه اللي هتعود نادي الزمالك من الرعايه تقريبا في حدود، ممكن في حدود 300 مليون ل 400 مليون، يعني تقريبا حق الرعايه بتاع النادي الاهلي خمس اضعاف او قيمه الرعايه بتاعت النادي الاهلي بشكل عام. أكثر من راعي يعني، هو مش بس خطوط الجوال القطرية، لا في رعاة كثر يعني يتخطى المليار، ودول 400 يعني تقريبا الأهلي خمس أضعاف نادي الزمالك. فالخضري وكأنها يعني عافية، وليه الزمالك واخد بطولتين دوري آخر سنتين واخد كاس، وليه ما طب ما الأهلي واخد إيه إفريقي؟ إجمالي بطولاتك إيه؟ أنتوا إزاي كده؟ أنت عندك الجرأة يقول لك إيه؟ ده بيقول لك ظلم. ليه الاهلي ياخد المبلغ ده والزمالك ياخد المبلغ ده في الرعايه؟ ده ظلم، ظلم ده يا حبيبي يا استاذ خضر يا بتاع يا صحفي، لما تكون انت بتدفع من جيبك، لما تكون انت وزير. ما قلتش الظلم ده للوزير الشباب والرياضه ليه؟ اللي ده الزمالك 100 مليون وما اداش اي انديه ثانيه مثلا المبلغ ده، للظلم الحقيقي. لان انت كوزاره يا خضري لازم تبقى على مسافه واحده من كل الانديه، لانك ما بتدفعش من جيبك، بتدفع من جيب الحكومه لدعم هذه الانديه، ده الظلم بعينه يا خضري. لكن لما تيجي حضرتك عندك مصنع ملابس مثلا، وانا عندي مصنع ملابس، فاقوم الطلب والبيع في مصنع الملابس بتاعي يبقى مغطي السوق بنسبه 70%، وانت الملابس بتاعتك او مصنع يغطي السوق او الطلب عليه 30%، وانا الطلب على مصنع ملابس 70% مثلا. فحضرتك تيجي تقول ظلم، ظلم ان انا الناس تجي لي وبيع بس 30% من قيمه السوق، واحد تاني ياخد 70%، عرض وطلب وامور كثيره، ما فيش ظلم هنا، هنا قصه عرض وطلب، انت واحد بيع واحد انت قيمتك ايه؟ الناس بتقيمك ازاي؟ الظلم ده لما يكون عندك عيلين انت اللي مسؤول عنهم، تدي ده واحد 5 جنيه وتدي واحد 10 جنيه، ده اللي اسمه ظلم. لكن انت فاتح محل واللي جنبك فاتح محل، فانت النهارده بعت ب 10 جنيه واللي جنبك باع ب 10 ب 100 جنيه، تيجي تقول لي ده ظلم؟ ظلم ايه؟ سايب الظلم الحقيقي اللي هو دعم النادي دون أندية أخرى من مسؤول عن كل الأندية، وتتكلم عن كل واحد حر، سوق مفتوح وسوق حر، كل واحد شايف مصلحته فين ويرعى مين، ويعني تيجي تقول لي ظلم؟ ظلم إيه يا جماعة؟ إحنا أنت وصلنا لمرحلة صعبة جدا جدا. بالنسبة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وقصة استضافة كأس العالم للأندية، قال لك أنا على استعداد بس الاتحاد ما طلبش والنادي ما طلبش، النادي ما طلبش، وقت ما يطلب انا على لو جاء انا موافق من دلوقتي. وزير الشباب طبعا موافق، بس الفلوس 25 مليون رسوم الطلب، اول حاجه اول ما تقدم طلب 25 مليون دولار مش 25 مليون جنيه، ده احنا ظروفنا الماليه عامله ازاي؟ ندفع ولا يسترد يا عم الوزير، تحمل اكل وشرب وبتاع. طب ماشي اكل وشرب، انت عملت لهم كاس عالم عدائي بتاع كاس العالم لكرة السلة وطلعوا فيه الأخير، مفيش مشكلة. طب ده كأس العالم الأندية بقى، ها 25 مليون دولار يا وزير، قال لك أنا مفيش مشكلة بس الاتحاد الكرة يطلب والنادي يطلب، يعني عينينا الاتنين. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.